بنا شاعر البحرين حج أحمد بن حج عباس العالي يعتبر أول من ذكر هذه المناسبة، وكان إلى أبيات مشهورة حول القاسم ابن الإمام موسى الكاظم، يعني تقريبا نقدر نقول عمر هذه الأبيات 150 سنة. نقل لي الأستاذ الملا جواد السرور رحمة الله عليه، لعل من المرخ الظاهر هو درازي أصلا من المرخ، هو ينقل لي هذا الكلام قبل وفاته طبعا بسنوات. كنا مضطرقين إلى مسألة وفاة القاسم ابن الإمام الكاظم. يقول أن أهل المرخ لهم اهتمام خاص بهذه الشخصية، أقول وقعد حسب ما سمع من بعض الشيبة أنه ربما يعتقدون أنهم يتصلون نسبا بالقاسم ابن الإمام الكاظم سلام الله عليه. طبعا من باب المعرفة التاريخية علماء الأنساب يذكرون أن القاسم لم يعقب، يعني ما عنده ذرية، وكل ذرية هي بنت واحدة حسب ما تنقل في بعض المصادر. ولكن بالنسبة إلى السادة أهل المرخ طبعا يرجعون بلا شك إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام عن طريق ابنه محمد المعروف بالعابد، سيد محمد العابد والسيد إبراهيم المجاب رضوان الله عليهم، وهم من ذرية السيد علي القاروني. هذا من باب المعلومة التاريخية، يعني أكثر السادة الموجودين في المرخ حسب اللي توصلنا إلى في بعض البحوث أنهم يرجعون إلى هذا السيد الجليل اللي أصله من قرية توبلي، وسكنت ذرية بعد ذلك منطقة سار ومنطقة المرخ، وانتقلوا إلى باربار وانتقلوا إلى المنامة. وهو تقريبا أكثر السادة الآن الموجودين في البحرين، أكثر السادة يرجعون إلى هذا السيد، وهو السيد علي القاروني اللي هو يكون جد السيد هاشم التوبلاني رحمة الله عليه، أحد أجداد السيد هاشم التوبلاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الثابتين على محبة محمد وآله الطاهرين، ومن المتمسكين بعترته صلوات الله وسلامه عليهم.